الحمد لله ورضي الله عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة. هذا كتاب الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. هذا الكتاب تأليف العلامة الهمام مولانا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام. هذا الكتاب هو المجلد الثاني طبع دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سنة 1421 للهجرة. يقول في الصحيفة 282: يكفر بإثبات المكان لله تعالى، فلو قال لا محل خالي من الله يكفر، ولو قال الله تعالى في السماء فإن قصد به حكاية ما جاء فيه ظاهر الأخبار لا يكفر، وإن أراد به المكان يكفر. هذا ما عليه العلماء، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة الأجلاء. أحبابنا الكرام، من كان يعتقد أن الله تعالى يسكن السماء أو يجلس على العرش، يجب عليه فورا أن يعتقد أن الله موجود بلا مكان، وأن ينطق بالشهادتين فورا للدخول في دين الإسلام. ثم بعد ذلك يا أحبابنا تذكروا، يقول رسول الله: فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تعلموا يا أحبابنا وازدادوا علما لكي تقوا أنفسكم وأهليكم من النار بإذن الله الواحد الجبار.